مشاهد يفترض أن تهتز لها مشاعر الأوروبيين وتخفف القيود على منح حق اللجوء، لكن أقصر سبيل متاح للحصول على اللجوء في الفردوس الأوروبي هو أن تكون لاجئ حرب وليس هاربا من الفقر، شرط جعل لاجئين من دول عدة يدعون أنهم سوريون أيضا. أمل هؤلاء أن تشملهم في خضم الأزمة مشاعر التعاطف فيمنحون حق اللجوء، وهنا يختلط الحابل بالنابل. لاجئون من دول جارة لسوريا ضاق بهم وطنهم ذرعا، فتحايلوا على شروط بعض الدول الأوروبية في منح حق اللجوء فأعلنوا أنفسهم سوريين. وآخرون من دول بعيدة لا يعرفون لسوريا موقعا ولا لهجة ولا للأزمة أصلا أضحوا أيضا سوريين أملا في الاستقرار في بلدان أوسع رزقا. تبدأ الحيلة بالحصول على جواز سفر سوري مزور أو الهجرة من دون أي ورقة إثبات هوية، ثم الاستعداد لمرحلة التحقيق في الدول المضيفة في معلوماتهم عن المناطق التي ادعوا الانتساب إليها. حلم من أجله خاطر كثيرون، لكن نهاية الحلم لا تكون دائما وردية. فمنهم من ارتطم طموح حصولهم على إقامة قانونية في القارة الحلم بصخرة واقع ليس أقل مرارة من ذاك الذي غادروا من أجله أوطانهم. فخداع الدولة المضيفة زج بحالمين كثر انكشفت حيلهم في غياهب السجن. لم تسعف بعض هؤلاء قواهم الخائرة على الصمود في وجه التحقيقات المكثفة، وآخرون انكشف سرهم من قبل طالبي لجوء آخرين لسبب أو لآخر، فأدركوا جميعا أن طيب المقام في غير الوطن مجرد حلم ورد سهوا في سياق واقع لا شفقة فيه ولا حيل.